بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وعلى من سار على دربه واقتفى إلى يوم الدين، وبعد. فيسر إخوانكم في مؤسسة أبها الحديثة للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن يقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان الباب المفتوح لفضيلة الشيخ محمد وعلى آله وصحبه سعد الحجري. ثم أما بعد، أيها الأحبة، يسر مركز الدعوة والإرشاد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بعسير أن نرحب بفضيلة الشيخ العلامة سعد بن سعيد الحجري حفظه الله تعالى، المدرس بالمعهد العلمي بمدينة أبها، وذلك في هذا اللقاء الثاني بالمخيم الدعوي الشتوي الثالث. ونقول لفضيلته حياكم الله وبياكم، ونترككم مع فضيلة الشيخ حفظ الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا، وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهاجه وسلك طريقه إلى يوم القيامة. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة، يوم أن جئتم لتدللوا على أن العلم يتلقى في أي مكان يوجد، وأن الدين غير محصور في المساجد، وأن دين الله عز وجل مع الإنسان في المسجد والشارع والمخيم والمنزل والمدرسة. ونسأل الله تعالى أن يسدد منا القول، وأن يسدد منكم السمع، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أحبتي في الله، تكثر التساؤلات عن الباب المفتوح الذي أعنيه، ولعله من خلال عرضي لهذا الموضوع يتضح لكم بأن اختياري لهذا العنوان مطابق لما عنون له، وأن الباب الذي أعنيه أنه باب لربما مر على الإنسان زمن ولم يدخل معه، مع أنه مطالب بالدخول معه. ونحن نعلم بأن الإنسان أو بأن بني آدم خطاؤون، وخطأهم دائم، يكثرون من الإثم ويلازمون المعصية، وخطأهم بالليل وبالنهار، لهم في الليل خطأ ولهم في النهار خطأ، فلا خطأ الليل يمنع خطأ النهار، ولا خطأ النهار يمنع خطأ الليل. وخطأهم بالسر والجهار، يخطئون علانية ويخطئون سرا، ونسوا أن كل هذه الأمة معافاة إلا المجاهرين، ونسوا بأن من هذه الأمة أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، يجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قالوا: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: أما أنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، إلا أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الذنوب من بني آدم من الصغار ومن الكبار،
فليست مقتصرة على سن معينة ولا على فئة معينة، وإنما من الجميع. وهذه المعاصي أحزنت الأبرار وأفرحت الأشرار، وحمل بها الإنسان الأوزار، وأغضب بها العزيز الجبار، ونسي هؤلاء المذنبون أن الله تعالى لا يحب الذنب ولا المذنبين، ولا يحب المعصية ولا العاصين، ولا يحب السيئة ولا المسيئين، لأن السيئة ولأن الذنب والمعصية إساءة لمحسن، والواجب أن يقابل الإحسان بالإحسان وألا يقابل الإحسان بالإساءة، ولأنها تنكر لمعروف، والواجب أن يقابل المعروف بمعروف ولا يقابل المعروف بالمنكر، ولأنها مقابلة للخير بالشر، والواجب أن يقابل الخير بالخير ولا يقابل الخير بالشر. وفي بعض الآثار الإلهية، وإن كان فيه ضعف، أنا والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويعبد سواي، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. ولبغض الله عز وجل لأهل المعصية توعدهم بأشد وعيد وحذرهم أشد تحذير، والدليل على ذلك قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا واحدا، من يعمل سوءا يجز به. ويقول تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ذرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد نكت فيه في قلبه، إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب وندم واستغفر سقل قلبه، وإلا زاد السواد حتى يغطي على القلب، فذاكم الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بل وحتى الأنبياء لا يحبون المعصية ولا العصاة، لأنهم لم يعصوا الله عز وجل بعد الرسالة، ولعل الصحيح حتى قبل الرسالة لم يعصوا الله عز وجل، بل معصومون فيما بينهم وبين الرب، وفيما جاءوا به إلى الأمم من عند الله تعالى وحيا معصومون، ليكونوا قدوات يقتدي بهم الناس، وأسوات يتأسى بهم الناس، ومعلمون يتعلم منهم الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 4 سنوات وهو يرعى بهم في بادية بني سعد خلف البيوت، جاءه ملكان فأضجعاه على الأرض، ثم شق صدره واستخرج قلبه، واستخرج من قلبه علقة سوداء هي حظ الشيطان منه، فلا حظ للشيطان عليه. وقال لعائشة وقد استغربت أن يكون معها شيطان: أصابك شيطان؟ قالت: وهل معي شيطان؟ قال: نعم، وما من إنسان إلا ومعه شيطان. قالت: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. والملائكة لا تحب العصاة ولا تحب المذنبين، بل ولا يتحملوا أن يبقوا مع الإنسان 24 ساعة متواصلة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يعني يأتي ملائكة ويصعد ملائكة. لما لا يستمر الملائكة جميعا؟ ما يستطيعون أن يبقوا مع الإنسان وهو يواقع المعصية ليل نهار، ولذلك أعطاهم الله إجازة، منهم من إجازته من الفجر إلى العصر، ومنهم من إجازته من العصر إلى الفجر،
إلى الفجر، والملائكة عليهم السلام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يخافون ربهم من فوقهم بل وأهل الجنة لا يحبون المعصية ولا العصاة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار، لأنهم يمرون على النار، وإن منكم إلا واردها، إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار ليتقاصوا مظالم كانت بينهم في الدنيا، فإذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفسي بيده لأحدهم أدل بمكانه في الجنة من مكانه في الدنيا. فهم لا يدخلون الجنة وعليهم مثقال ذرة من الذنوب والمعاصي، ينقون من الذنوب والمعاصي قبل أن يدخلوا الجنة. بل يا إخوتي، حتى السماء ما تحب العاصي ولا المعصية. ولذلك أقفل الله عز وجل أبواب السماء دون دخول العاصي ودون دخول المعصية، ولا يدخلون الجنة. وين الجنة؟ السماء عالية. ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، في سم الخياط. وروح الكافر والمنافق إذا مات يصعد بها فلا تقبلها السماء فتعود. وكتابه أين؟ في عليين ولا في سجين؟ في سجين، لأن السماء لا تقبله. لذلك حرم الله تعالى، حرم المعصية في السماء، ومن عصى في السماء معصية عوقب بالإهباط من السماء إلى الأرض. وانظروا لآدم عليه السلام مع علو مكانته، لما عصى معصية واحدة هل بقي في السماء؟ لم يبق في السماء، وإنما أهبط إلى الأرض. ولنعلم بأن المخلوقات أمام التكليفات ثلاثة أقسام: قسم قاموا بالتكليف من غير مشقة لأنهم جبلوا على الطاعة ولم يعصوا الله شيئا، وهم الملائكة. وقسم كلفوا بالتكليف وحصل منهم معصية فعوقبوا على المعصية وتابوا وقبل الله توبتهم، وهم الإنس. وقسم كلف بالأوامر ولكنه لم يمتثل فأهبط من السماء ولن يعود إليها مرة أخرى، وجعل ملعونا مطرودا إلى الأبد، وهو الشيطان. لما عصى ربه هل بقي في السماء لحظة؟ لم يبقى في السماء لحظة، وإنما أهبط، فهو مطرود ملعون بالمعصية. والله تعالى يقول: تكاد السماوات كيف يتفطرن، أي يتشققن ويتصدعن من معصية العاصي. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، فكأن يعني ذكر الملائكة من باب كأن يقال الملائكة في السماء لا تعصي فلا تتشقق السماء. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم، يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. حتى يا إخوتي الأرض ما تحب المعصية ولا العصاة، لأنها طيبة تحب الطيبين، ولأنها مستسلمة تحب المسلمين، ولأنها آمنة تحب المؤمنين. ولما عصى العبد ربه سلط الله عليه الأرض فابتلعته كقارون. لما عصى الله عز وجل سلط الله تعالى عليه الأرض فابتلعته فخسف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. ولذلك اهتزت المدينة في عهد عمر يوم من الأيام، فجمع الناس وقال: أيها الناس، لئن اهتزت المدينة بعد اليوم
لا أساكنكم فيها أبدا، لأنها لم تهتز إلا بمعصية. ألا نسمع بالزلازل اليوم؟ ألا نسمع بالأراجيف اليوم؟ بلى، إنها المعاصي يا عباد الله. بل والبهائم لا تحب المعصية ولا العصاة، لأنهم يتسببون في فساد الحرث وفساد النسل، ويتسببون في هلاك البهائم والأنعام، ويتسببون في غضب الرب، ويتسببون في ظهور الفساد في البر والبحر. ولذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: إن الحبارة لتموت في أوكارها من ظلم الظالم. ويقول مجاهد: إن البهائم لتلعن عصاة بني آدم لمنعهم المطر بسببهم. إن كانت أيها الإخوة المخلوقات التي لا تعقل تكره المعصية والعصاة، ألا ينبغي للعاقل أن يكره المعصية والعصاة؟ بلى. إن كانت المخلوقات التي لم تكلف تكره المعصية والعصاة، ألا ينبغي للمكلف أن يكره المعصية والعصاة؟ بلى. ولذلك فالذنوب أفسدت النفوس، الذنوب أفسدت النفوس، ولما أفسدت النفوس كانت النفوس بهذه الذنوب نفوس أمارة بالسوء، تسعى إلى السوء وتسعى إلى الشر ولا تسعى إلى الخير. الذنوب والمعاصي أفسدت الفطر، أفسدت القلوب، وحصل من هذا الإفساد القسوة، فأصبحت القلوب كالحجارة أو أشد قسوة. وحصل من وراء هذا الإفساد الظلمة، فأصبح القلب مظلما لا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل. وكذلك بهذا الإفساد أصبحت القلوب منكوسة، لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. وبهذا الإفساد أصبحت القلوب مريضة، ووصل بها المرض إلى الوفاة. وأصبحت هذه القلوب مقفولة دون سماع الأوامر أو سماع النواهي، فأبواب الإجابة مقفلة. ولما أقفلت أبواب الإجابة في هذه القلوب، تسمع وكأنها لا تسمع، وتبصر وكأنها لا تبصر. السمع موجود لكن بلا اعتبار، البصر موجود لكن بلا اعتبار، القلب موجود لكن بلا اتعاظ. لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولذلك يقول تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ولو أن القلوب سلمت من الذنوب لكانت نفوسا مطمئنة تعرف الحق فتتبعه، وتعرف الباطل فتجتنبه. ولو قيل لها بأن القيامة يوم غد ما وجدت للعمل الصالح مزيدا. الذنوب أيها الإخوة أفسدت المنازل، أفسدت البيوت، حتى أصبحت هذه الذنوب في البيوت معاول هدم. هدمت الإيمان، هدمت الحياة، هدمت الأخلاق، هدمت الزوجات، هدمت الأولاد، نعم هدمت المجتمع، لأن الذي يخرج للمجتمع هي هذه البيوت. بل وأخرجت من هذه البيوت المليئة بالذنوب والمعاصي، أخرجت دعاه إلى الرذائل يحذرون من الفضائل، لا هم لهم إلا فروجهم، ولا هم لهم إلا بطونهم، والله المستعان. ونسي الأولياء أن لأولادهم عليهم حقوقا، وأن الله تعالى قرن بين حق النفس وبين حق الولد، فيا من قام بحق نفسه ولم يقم بحق ولده، اعلم بارك الله فيك أنك مطالب بأن تؤدي حق ولدك كما تؤدي حق نفسك. واسمع ماذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا، فعل إيش؟ فعل أمر، فعل أمر.
قوا من أنفسكم، قوا أنفسكم نارا في أهليكم، صحيح، لكن أهليكم في الواقع ممسوحة، وحتى أنفسكم نصفها ممسوح، أما أهليكم في الواقع ممسوحة، في المصحف موجودة لكن في الواقع ممسوحة. تجد يحرص الوالد بأن يحضر لأولاده وسيلة دمار، ولا يحرص على أن يحضر لهم وسيلة استصلاح حقيقة، وهو مسؤول عنهم. قوا أنفسكم وأهليكم. ما الذي منع الأولياء أن يقوا أولادهم كما يقوا أنفسهم؟ يذهب الوالد إلى المسجد ويترك أولاده، ألا يعلم بهذه الآية قوا أنفسكم وأهليكم نارا؟ إذا جاءت الكلمة منكرة أفادت التعظيم، أي نار عظيمة، نارا وقودها الناس والحجارة، وسبحان الله، ناس وحجارة، يعني تلتهم الناس وتلتهم الحجارة وتذيب الحجارة كما